أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى، ونيسرك لليسرى، فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى، الذي يصلى النار الكبرى، ثم لا يموت فيها ولا يحيا، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا، والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل يا أيها الكافرون، لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر، الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك.
اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك من خير ما سألك منه نبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا وعاقبته رشدا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك بأن نشهد أن لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد، أن تدخلنا الجنة وتعتق رقابنا من النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل هذه البلاد للحق مناراً وللخير دارا وللإيمان قرارا. اللهم وفق يا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، اللهم وفقه وولي عهده إلى ما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين يا رب العالمين. اللهم وفق رجال أمننا والمرابطين على ثغورنا وحدودنا. اللهم إنا نسألك أن تشملنا برحمةٍ منك يا أرحم الراحمين. ها هو شهرنا قد انتصف، وكثيرٌ منا من نفسه لم ينتصف، اللهم اجعلنا ممن نال من الخير واغترف، وبوأته في الجنان غرفًا من فوقها غرف يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. إلهنا عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك، أنجِ المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم احفظ المسجد الأقصى، اللهم احفظ المسجد الأقصى شامخًا عزيزًا إلى يوم الدين. اللهم كل إخواننا في فلسطين، اللهم أشبع جوعتهم وسد خلتهم وفك عنهم الحصار، اللهم كف عنهم إطلاق النار يا رب العالمين. إلهنا إلى من تكلهم؟ إلى عدو ملكته أمرهم أم إلى بعيد يتجهمهم؟ إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي، غير أن عافيتك هي أوسع لنا. نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بنا سخطك أو يحل علينا غضبك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمدٍ ما تعاقب الليل والنهار، وصل على نبينا محمدٍ ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصل على محمدٍ وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار المهاجرين منهم والأنصار والتابعين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين، وسلِّم تسليمًا مزيدًا. الله أكبر، الله أكبر.